عايزين نروح نتكلم بقى عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن معتز انه السنه دي في تحدي جديد، هقول 2001 يعتبر شباب النادي الاهلي مع فريق 99، ما شاء الله عندنا عناصر مميزه في 2001 وتم تصعيدها. عايز اتكلم عن اخر الاستعدادات بقى للموسم الجديد مع فريق 2001. بص، يمكن السنه دي انا كنت ماسك زي ما قلت لك 2004 و2005 السنتين اللي فاتوا. السنه دي الحمد لله يعني بحكم اللي انا يعني خدت معاهم البطوله مع 2004 2005 والحمد لله ربنا كرمني، فانت يعني عشان شغلك كويس والناس عارفاك كويس فيعني اتجدد فيا الثقه السنه دي الحمد لله. بشكر طبعا الاداره ومجلس الاداره كله برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وبشكر الكابتن خالد بيبو طبعا مدير القطاع، شخصيه محترمه وكلنا بنعتبره اخونا الكبير يعني ما بيتاخرش عننا في اي حاجه. الراجل جدد فيا الثقه السنه دي، واشتغلت مع كابتن ياسر رضوان اللي انا برضو من خلالك عايز اديله حقه، وشخصية محترمة جدا بعيد عن الكورة، وانا بعتبره اخويا الكبير ونجم كبير جدا في مجال الكورة وفي مجال التدريب، وانا سعيد انا موجود معاه وبتعلم منه لغاية دلوقتي كابتن ياسر رضوان، وبحبه على المستوى الشخصي جدا يعني. بتمنى اللي هي السنة دي تكون حاجة كويسة لإينو ونعمل حاجة كويسة زي ما انت قلت يا اسامة في التقرير، اللي انا 19 سنة دول هو مستقبل الفريق الاول في النادي الاهلي. حقيقة. عندي اربعه بيتمرنوا فوق، عربي بدر، شادي رضوان، احمد سيد عبد النبي، وكوكا، دول انضموا النهارده. ما احنا قلنا خلي بالك في الاخبار على احمد سيد عبد النبي واحمد دول راحوا النهارده اول يوم، لكن انا كان موجود دايما شادي رضوان بيتمرن وعربي بدر بقاله سنتين، وعندي خمسه بقى غير الاربعه، عندي خمسه في منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين اللي هم يلعبوا تصفيات افريقيا الشهر الجاي. فاذا انت عندك تسعه يعني مصنفين لهم يلعبوا فريق اول في النادي الاهلي، فانت ماسك فرقه محترمه، فرقه بتاخد بطولات دايما بقى لها 3 4 سنين، فرقه مسمعه في النادي، عندك عناصر كويسه، فكون اللي انت تتحط في المكانه دي ان شاء الله لازم تكون قدها يعني، وانت قدها وعندك خبرات تقدر تنقلها للعيبه. والله انا بتمنى ان شاء الله، انا يعني احنا بنشتغل، انا بشتغل مع الكابتن ياسر رضوان وما بنبخلش عليهم بحاجه، واللعيبه كلهم يعني مؤدبين ومحترمين وبيسمعوا الكلام، واللعيبه كلهم لعيبه كويسه يعني ملتزمه سواء في الملعب او بره الملعب. فبتمنى لهم التوفيق، واحنا ماشيين كويس واستعدينا السنه دي بشكل كويس، وكان عندنا معسكر احنا لسه راجعين من 3 ايام كنا في اسماعيليه. عايزين نتكلم عن معسكر اسماعيليه، بس عايز اعرف احمد نبيل كوكا واحمد سيد عبد النبي النهارده تم تصعيدهم، مراكزهم ايه عشان برضه نعرف الناس اكتر. كوكا بيلعب هاف ديفندر زي عربي بدر، كابتن من كباتن الفرقه، وعنده شخصيه في الملعب، عنده كاريزما كده، عارف اللعيبه الثقيله اللي بتحس اللي هو بيديك تقل في الملعب وهو موجود. شخصيته قوية مع الولاد، شخصيته قوية مع المنافس، وما يعني ليه تقله في الملعب. نفس الحكاية أحمد عبد النبي، ده لعيب 2002 بقى مش 2001 يعني صغير، ده أصغر بسنة بس لعيب هايل ما شاء الله، صحته كويسة، مخلي باله من نفسه، بيلعب بكرايت، اوفراته كويسة، يعني لعيب يستحق اللي هو يتمرن مع الفريق الأول. يعني ده لو ربنا كرمه وفضل شوية وخد الثقة يبقى عامل زي محمد هاني أول ما خد كده، ويبقى ده مستقبل النادي الأهلي. وراح منتخب مصر مع 2001 مع كابتن ربيع، كل الولاد اللي انا بقول لك عليهم دول راحوا.